نشوف الشيش طاووق محتاج ايه. عندنا هنا شيش طاووق متقطع، هما الاربعة انا مقطعه كل اربعة على اتنين، وممكن نقطعه اربعة عادي. خلاص عندنا عصير ليمون، زبادي، يفضل يبقى زبادي يوناني عشان بيبقى دسم اكتر في التتبيلة. التتبيلة الرانش بقى عبارة عن معلقة صغيرة من لبن البودرة، معانا كمان بقدونس مجفف، شبت مجفف، توم بودرة، توم بصل بودرة، وبعدين توم عادي هنفرمه، وعندنا كمان عصير ليمون، زبدة وزيت زيتون. خلاص هي زيت زيتون، انا بحط الزبدة كمان بتخليها طرية اكتر. هجيب البولة كده عشان دي اللي هتبل فيها. عندنا اول حاجة الزبدة وزيت الزيتون اهو، ماشي، اول حاجة هتتحط. خلاص اهي، بس ايه هقلل شوية يعني ايه هيتزودوا هما جايين هقللها بس دلوقتي. هحط كمان ايه بقى، البقدونس المجفف، ده الشبت، البقدونس، عصير الليمون، خلاص كل دول مع بعض، بودرة الثوم، الله، مع الزبدة كده وهي سخنة، بودرة البصل، النيدو، اللبن البودرة، أي نوع، حبة صغيرين أهو، معلقة، نقلب كويس قوي لحد ما احس ان هو ايه، بصوا بقى عامل اهو، هو اللي هيتقل لي التتبيله. الزبادي هيطريها جدا مع زيت الزيتون والزبده، من المكسات الحلوه. ايوه ممكن كمان عارفين تزودوا ايه، بس مش هتبقى تتبيله الرانش بقى، بس هي دي تتبيله الرانش، اللي هو لبن بودره، زبادي يوناني يفضل، بقدونس مجفف، شبت مجفف، بودرة ثوم، بودرة بصل. هنحط بقى ملح وفلفل اسود، خلاص نقلبهم كويس قوي. هحط كده واتبل كويس قوي، واحضر بقى السياخ بتاعتي، بس ايه هسيبها في التتبيله شويه قبل ما اعمل ايه الصوص الحار عشان برضو يبقى جاهز. المقادير اهي عندكم على الشاشه. بما اني بقى وسخت ايدي هتبل بايدي كويس قوي عشان اضمن ان كله دخل التتبيله كده تمام قوي قوي قوي. هسيبها بقى كده على جنب، اغير الجلافز بس. مش هستخدم الكبه ليه، انا عايزه التوم هنا شرايح، مش عايزاه مفروم. وهجيب بوله كده احط فيها الاول ايه بقى، احط فيها الاول البصل الاخضر اهو، واسيب الحاجات اللي محتاجه تتقطع، خل، العنب، الصوص الحار بقى سواء توباسكو صوص او هوت صوص رهيب اصلا، السمسم، هجيب بقى التشيلي، تشيلي فليكس وفليكس والثوم، هقطعهم كده، خليه كده على جنب، بصوا بالسكينه كده، حتى البذور بتاعته هنحطها اهي. خلاص فاضل ايه هنا؟ فاضل التوم، هيتقطع شرايح رفيعه جدا جدا جدا، بصوا اهو رفيعه قوي، يعني مثلا قولوا سبعه، هنحط في السيخ الواحد نقول اربعه، نبقى عاملين حسابنا الفرد هياكل يا سيخ يا سيخين بالكتير قوي، عايزه اقول لكم حتى سيخين كتير يعني مع رز وسلطه، خلاص هو سيخ كفايه. هنحط في السيخ الواحد، هو ده السيخ ده مش كبير قوي، فهحط ثلاثه عشان يبقى ايه براحته. نعمل واحده كمان ونطلع فاصل، هاجي انا بقى بعد الفاصل هتلاقوني ايه عملت حبه حلوين كده، هتحس ان هو قليل، هو مش قليل، عشان كده بقول الفرد ممكن ياكل واحده، هم اربعه ما شاء الله، اربعه كبار فحلوين، يعني اللي نفسه بتبقى مفتوحه قوي اللي اكيل قوي هياكل اتنين بالكتير. خلاص هحطها بقى بالفرن كده